احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها وعن أوطاننا وبلادنا جميعا شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، تعصف بالإنسان آفات كبيرة قد تقضي عليه، والإنسان عندما لا يدرك ما هو حجم الآفة الخلقية التي عنده يضرب في هذه الحياة ويخبط فيها خبط عشواء، ويضيع من قدمه الطريق فلا يدري إلى أين يذهب وإلى أين يتوجه. من أسوأ ما يوصف الإنسان والمخلوق به كارثة وآفة الكبر، أعاذنا الله وإياكم من هذه الآفة. والعجيب أن كل الناس يرفضون أن يوصف أحدهم بهذه الصفة، يقول لا أنا لست متكبرا، أنا إنسان متواضع، أنا أسمع للجميع، أنا كذا أنا كذا. لكن على كل، الكبر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين واضحتين، هو بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق وتصغير وتحقير الناس. فالمتكبر كما أقول دائما يقف على شاهق على جبل عالي ويرى الناس ظلالا في السفوح أو ذرات، وهو ينسى دائما أن الذين يسيرون ويراهم هم وهو يراهم كأنهم ذرات، هم يرونه أيضا فوق الجبل ذرة، وهو ليس فوق جبل ولا غيره، هو فوق جبل كبره وفوق جبل عقله. كما تكبر ابن نوح عليه السلام وقال لأبيه يعني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال بعض العلماء جبل العقل عندما يرى الإنسان أنه بمنجاه عن الهلاك، عندما ينسى انه سبحان الله انسان مخلوق لله عز وجل. آفة الكبر مصيبة اذا تمكنت من انسان فليس من السهل ان يتبرأ منها. الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، يعني حتى المتكبر لا يرى آيات الله واضحة، يقول له يا اخي عامل الناس بخير، انت ايها صاحب المدير المؤسسة، انت ايها الاب، أنت أيها الزوج، أنت أيها فلان أو فلان ممن تولاك الله مسؤولية صغيرة أو كبيرة، لكنه لا يرى الناس إلا عبيدا عنده، يرى أن الزوج أمة عنده، يرى أن أولاده أقل من أن يقولوا رأيا في البيت، يرى أن أقاربه لأنه معها إجازة علمية أو بعضا من المال أو كذا، فيتكبر على خلق الله. الله عز وجل يصرف سبحانه وتعالى عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والمصيبة الكبرى أن المتكبر يريد أن يعلو، ولكنه يعلو أين؟ يعلو في الأرض. ففرعون رئيس قسم المتكبرين يقول الله عنه إن فرعون علا في الأرض، يعني لم يعلو في السماء، لم يعلو في السحاب، لم يعلو فوق البنايات العلاء، علا في الأرض. وأي علو هذا أن يعلو الإنسان في الأرض التي يسير عليها؟ ولذلك كان إيليا أبو ماضي الحقيقة، هذا الشاعر العربي الرقيق الحس، كان يخاطب أحد المتكبرين من أصدقاء الذين تولوا يعني مكانة معينة في بعد أن كان لا يساوي شيئا، فلما رآه متكبرا متغطرسا أرسل إليه قصيدة مشهورة في داوين يحفظها الجميع اسمها قصيدة الطين، يذكر هذا الإنسان بمنشئه. نسى الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسر غز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضارة إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيدي التيه والصد. وكان علي رضي الله عنه يقول عجيب ابن آدم يتكبر، وهو الذي تنتنه عرقة وتقلقه بقة وتميته شرقة. لكن هو لما ينسى يا سبحان الله يتمدد لا إله إلا الله. والمتكبر غبي، أكبر غبي في التاريخ هو كل إنسان يتكبر على خلق الله. وأستطيع أن أضع له أو أعطيه نيشان أو وسام، بس بئس الوسام، مفتاح الشقاء. المتكبر حاصل على درجة عالية جدا وهو ممسك في يده مفتاح الشقاء، لأن مفتاح السعادة
التواضع واليقظة، منتبه إلى حقيقته، أين أنا؟ أنا عبد لمن؟ لله. والناس حولي من؟ عباد الله. وأنفع الناس عند الله أنفعهم لعياله، والعباد موجودين في رحمة الله عز وجل يرحمهم، وهو الكبير المتعال المتعال عن صفات خلقه سبحانه وتعالى. لكن العبد لما يتكبر سبحان الله أمسك بيده مفتاح الشقاء، فغلق عليه الفهم، صار غبيا، لا يريد أن يفهم، يريد أن يضاد يعني صنعة الله وخلقة الله وصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والعياذ بالله الكبر أيضا أنواع، ففي ناس تتكبر على الله عز وجل والعياذ بالله. اضرب مثال فرعون، النمرود، يعني ربي الذي يحيي ويميت، هكذا قال الخليل، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، يا سطر يا رب ألطف يا لطيف، قال أنا ربكم الأعلى. ورغم ذلك رب العباد يقول لكريمه ولأخيه موسى وهارون فاذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكنه لما ركب فرس غروره أو ركب عقل غروره وعقل كبره، ما الذي سبحان الله، يعني الله سبحانه أغرقه هو وجنوده، لا إله إلا الله، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا الله، ليه؟ قياستهم مبنية على ماذا؟ على أن العبادة عبيد عندهم. فأنت أيها المتكبر لماذا تنظر إلى الناس وأنت من عالي هؤلاء في السفوح؟ أبدا، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. ويرى رجل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيرتعد هيبة منه صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. يا الله، يعني هكذا يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع لله رفع. يوم أن فتح مكة دخل ولحيته تمس قربوس سرجه تواضعا للذي يعني بوأه مكان العز، وهو يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن المتكبر عنده أكبر مرض نفسي يحار فيه الأطباء. والكبر لما يمسك بعلائق القلب تنطق كل جوارح العبد بالكبر، فينظر إلى الناس بازدراء، يتكلم إلى الناس باحتقار، لا يرى أن الناس لهم رأي، هو رأيه الوحيد هو الصواب، أنا مع الحق المطلق وأنت معك الباطل المطلق، هكذا هو لسان حال ولسان مقال المتكبر، أنا أفهم وأنت لا تفهم، أنا كذا وأنت كذا، سبحانه. ثم يمن بعد ذلك المتكبر بما صنع، يتكبر على خادمه، على الموظف الذي تحت يده، على الأقل منه رتبة، الأقل منه مال، هكذا المتكبر في سورة الكهف دخل جنته وهو ظالم لنفسه. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يا ما وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. انظر إلى المؤمن الذي لا يعرف الكبر طريقا إلى قلبه، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا الذي بوأك مكانة العزة إنما هو رب العباد عز وجل. أما أن تتكبر على خلق الله وأن تنظر إلى الناس من عالي، ما النتيجة؟ ماذا صنع قارون عندما ذهب إليه موسى؟ قال لا، إنما أتيته على علم عندي، أنا لا أدفع زكاة، هذا المال مالي، إنما جئته بمجهودي وبتعبي وكذا وكذا، سبحان الله العظيم. وهذا الإنسان العجيب الذي يعني ينظر إلى نفسه فلا يرى إلا العالم عبارة عن أربعة مرايا، من أمامه مرآة ومن ورائه مرآة وعن يمينه مرآة وعن يساره مرآة، فيرى بنظرية الإخوة اللي بيدرسوا في علم الضوء وعلم الفيزياء، لما تقف أنت في مكان أربع جدران في مرآة ترى آلافا لك، يعني لك ألف صورة هنا وهنا وهنا يمنة وأسرع، هكذا المتكبر لا يرى إلا نفسه في العالم، فإن نظر أمامه يرى ألف أنا وعن يمين يرى ألف أنا، فالأنا تنتفخ عنده. وهذه الأنا المنتفخة سبحان الله لا تحتاج إلا إلى إبرة بسيطة تثقب بها البالونة، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني الكبر قضية خطيرة، ولكن علينا أن نقبل هذا الموضوع الخطير. اللهم أبعد عنا هذه الصفة جميعا، للقائد والمستمعين والمشاهدين يا رب العالمين. كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله لنكمل
عن آفة الكبر وكيف نعالجها. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الآفة الخطيرة التي تعصف بالإنسان عندما ينسى نفسه وينسى من أين خلق وإلى أي مكان سوف يذهب. العميد كلية الكبر في التاريخ كله هو إبليس، ده أستاذ ورئيس قسم المتكبرين، أبى واستكبر والعياذ بالله، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. هذا أول يعني مخلوق فيه صفة الكبر، ويأتي تلاميذه الصغار. يعني أي متكبر هو معلم في كلية إبليس، أو مدرس في جامعة إبليس، أو مربي للكبر ولبس التربية، يعني سبحان الله، في هذه المدرسة العتيدة، وهو يعمل تبع الشيطنة أو الأبلسة أو التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. اللي تبع إبليس في الكبر اليهود. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا الله، إذن هذه طائفة أخرى من المتكبرين. القوم صالح قال الملأ الذين استكبروا، سبحان استكبروا، الملأ دائما سبحان الله أتبع الرسل يطعلوهم الملأ دائما يستكبر سبحان الله، يروح سبحان الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم سبحان الله. الآيات دائما إيه في حالة إيه كب. وإذا مدين أخاهم شعيبا، نفس القضية برضو زي قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. يا الله، على مر التاريخ لهم يعني ايه، لهم مدرسة كبيرة يعني يتنقلون فيها عبر التاريخ كله. قوم طبعا فرعون قالوا اجئتنا، هكذا رد فرعون ومن معه على سيدنا موسى وسيدنا هارون، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. خلي بالك ان المتكبر حاطط في ذهنه ان هو لو نزعت منه مكانه او مكانته، الثاني اللي بينازعه هو متصور ان ايه هيتكبر مكانه، فعايز يكون متكبر واحد في الارض. ما ينفعش، لا يريد ان يوزع الكبر عن من حوله، لا بالعكس. يعني هم قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابانا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. اذا بيغلق الباب ليه سبحان الله؟ واستكبر هو جنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. يعني هكذا ظن فرعون في سورة القصص ان هو وجنوده. اذا ليست القضيه في المتكبر نفسه، لا، في من ايه، في من يؤث. هذه كارثه كبيره، ونحن نريد ان ننزع هذه الافه من ابنائنا. واذا تتلى عليهم اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها. يا الله، يبقى الكبر ده عباره عن مضاد لأقدار الله وضد الـ يعني قانون الاستقامة الفطرية التي عند الناس. ليه؟ لأن صفة لا يجب أن تكون سبحان الله. فالمتكبر ده إنسان لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أتريدون ألا أدلكم على رجل من أهل النار، رجل جالس وحوله رجال قيام، من أراد أن يقوم له الناس سبحان الله في كل شيء فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لأن إنما يقوم الناس لرب العالمين، كان عمر بن عبد العزيز عندما يدخل ويريد الناس أن يقوموا له، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. هذه يعني سبحان الله العظيم، الإنسان يجب أن تتبخر منه هذه الصفة. ألا أدلكم على أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال كل عتل جواظ مستكبر. من العتل؟ قال العتل اللي هو صاحب شديد الخصومة، إنسان في خصومته شديد، يعني يناطح الصخر، عنيد، يقول لك أنا رئيس قسم العناد. طب ما الذي تستفيده من هذا العناد؟ لا تدري. كل عتل جواظ، الجواظ اللي هو الجموع المنوع المختال في مشيته. يا أرض، يا الله، ولك يا أرض هدي معلك جدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه لا يعني سبحان الله، يعني انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مش ممكن. ليه؟ لان سبحان الله العظيم، الرجل اوقف عبد الملك بن مروان وهو ماشي وسط الحاشيه، فالحرس حوالين الحراسه والحاشيه حول عبد الملك منعت الرجل، فعلى صوت الرجل، فعبد الملك قال تعالى يا رجل مالك؟ قال يا امير المؤمنين ان نمله
أوقفت سليمان فكلمته فوقف وتكلم معها. وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. سبحان الله العظيم. أول ما سمع عبد الملك هذا هكذا سبحان الله العظيم طأطأ رأسه وسمع سبحانه. شوف انظر إلى البلاغة وانظر إلى المستمع. عندما نصح انتصح. مالك؟ هذا النملة كلمت سليمان. فوقف وكلم فتبسم ضاحكا من قولها. سيدنا نوح لما كان يعني كأنما يعتذر عن 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 جحود قومه بكذا وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ثم ماذا صنعوا؟ قالوا وأصروا واستكبروا استكبارا. يا الله وأصروا على على الكفر واستكبروا استكبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب العباد لما تكلم عن عن الوليد في المدثر ثم أدبر واستكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أدبر يعني ليس إدبارا فقط، لا، إدبار مع استكبار والعياذ بالله. قال رب العباد لإبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يا الله الكبرياء إنما هي لله والعظمة لله. فأنا أريد أن أنادي كل المتكبرين، يعني إن كنت أبا أو مديرا في مؤسسة صغيرة أو كبيرة أو مسؤول في أي مكان، أيها المتكبر، ألا تعلم أنك يعني مخلوق ضعيف لا تساوي في هذا الكون شيء إلا بمدى إيمانك بالله سبحانه وبمدى ما تتعامل به مع خلق الله وممن تبوأت أنت مكانة لكي تكون راعيا لهم، إن كنت زوجا أو أبا أو مدير مؤسسة مدير مدرسة مدير مستشفى مدير مؤسسة كبيرة مدير مؤسسة صغيرة، كل على قدره سبحان الله. فالإنسان يعني كان عمر رضي الله عنه من تواضعه يقول والله خشيت أن يحاسب الله عمر يوم القيامة عند لو عثرت بغلة في شط الفرات لخفت أن يحاسب الله عليها عمر ويقول يا ابن الخطاب لما لم تعبد لها الطريق. يا الله لما لم تسهل لها الطريق. هكذا سبحان الله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وهو أفضل خلق الله وأخير خلق الله وأعظم خلق الله وأتقى خلق الله وأنقى خلق الله ما رؤي مادا قدميه بين صحابته قط. لكن ايه الكبر اللي احنا فيه ده؟ الصغير متكبر والكبير متكبر. يعني دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على حصير اثر في جنب لدرجة عيدان الحصير عمل خطوط في جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر قال ما لك يا ابن الخطاب؟ قال كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديبان وانت يا خير خلق الله تنام على حصير يؤثر في جنبك. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. الله يا رسول الله الله على الكلام. شوف شقاء الأمة يوم يكون في البيت أو في المؤسسة أو في المجتمع معذرة أو في العالم كله كسرى وقيصر. لماذا؟ لأن الأكاسرة والقياصرة ضيعوا دولهم وضيعوا مجتمع وضيعوا حضاراتهم بالتكبر على خلق الله. وأنت أيها الإنسان ما وجب عليك إلا أن تتواضع لمن لمن أولاك مقام العزة أو مقام المسؤولية أو مقام الرعاية. أنت أيها الزوج لماذا تتكبر على زوجتك؟ ليه؟ أنت مخلوق أنت مخلوق من هي مخلوق من طين ومخلوقة من طين وأنت مخلوق من قطعة من الماس أو من الزمرد. أنت من الطين زيها سبحان الله. هل أنت هي مخلوقة من ماء وأنت مخلوق من ماء زمزم؟ أبدا. مخلوق من ماء زيها سبحان الله. كلكم لآدم وآدم من تراب. كلنا من تراب. ذرات التراب. صحيح ذرات مختلفة. لكن كلنا من تراب. سبحان الله. لماذا؟ لأن عشان مخلوق من التراب إليها نعود. سبحان الله. هذا المتكبر أريد أن أهمس في أذنه وأقول. ألا يخطر بالك أن يغلق عليك باب القبر يوما إن طالت الحياة أم قصرت ثم يحاسبك رب العباد عز وجل على صغير الأمر وكبيره؟ ماذا تقول لله سبحانه؟ سبحان الله العظيم. يعني من أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. توصل الزوجة مات أبوها ماتت أمها مات خالها خالها مات عمها الذي كانت تحتمي به فانفرد الزوج المتكبر به. المدير المؤسسة تجد أن الموظف ضعيف يعني سبحان الله العظيم يعني لا أحد يناصره. لكن لما جلس بعض المتكبرين أيام الحجاج يتكبرون بنسبهم الى من هم في مقام المسؤوليه
ابن كذا ويقول انا ابن كذا وانا ابن كذا، يعني ابي يعمل في المكان الفلاني من النخبه ومن طبقه الصفوه. جاء الدور على شاب فقير جالس وسطه، قال وانا ابن الرجل الذي اسجد الله له الملائكه. يا الله، هذا الذي اسجد الله له الملائكه وهو ابونا ادم، كلنا بنوه، ولكن هناك منا من هو قابيل وهناك منا من هو هابيل. انت عايز تكون تبع من؟ لئن بسطت يدي اليك لاقتلك ما انا لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. هذا الذي سولت وطوعت له نفس اخيه فقتل اخاه فاصبح من النادمين. وبعدين ربنا بعث غرابا يبحث في الارض ليواريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. طيب ماذا يفيد الندم بعد العدم؟ سبحان الله العظيم. يعني الانسان زي ما حسن البصري ماشي مره فوجد في البصره عمال يبنون غرفا صغيره، غرف صغيره، قال وسعوها. ايه الغرف دي؟ وسعوها دي ضيقه. قال يا امام مالك انت ده؟ هذه زنازين. قال زنازين وماذا؟ قال زنازين سجن، يعني زنازين سجن هنعمل فيها حدائق وملاعب وحمامات سباحه، يعني زنازين وسجن. قال وسعوها عسى ان تدخلوها يوما، لو دامت لمن قبلنا لما وصلت الينا، ولو دامت لنا لما وصلت لمن قبلنا. هكذا قالت الجاريه لعبد الملك بن مروان لما وقف امام المراه، قال انا الملك الشاب، كان في اخر العشرينات 29 سنه ويملك ايه، سبحان الله، في حيث عاصمه الاسلام اياما في دمشق، انا الملك الشاب، نعم الملك لو يدوم. فتبسمت جاريته وقالت يا امير المؤمنين، لو دامت لمن قبلك ما وصلت اليك، ولو دامت لك ما وصلت لمن بعدك، ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت اليك، ولن تدوم لك فسوف تصل الى من بعدك. وهذا الرجل الذي دخل قصر الملك الذي قال من اخرج لي في هذا القصر عيب واحد معماري عينته وزيرا لي. طيب المهندسين نظروا فما وجدوا عيبا هندسيا. دخل رجل كبير السن وقال ايها الملك، قصرك يصلح ان يكون جنة لولا ان فيه عيبان، خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. لكن من يفهم الحين؟ سبحان الله. يعني الانسان المتكبر ما الذي يكسبه من كبره؟ يكسب اولا لو في واحد متكبر في العائلة الصغيرة، كل العائلة تكرهه وتكره جلسته وتكره طلعته، واذا وجد في مكان ضاق صدر الناس به وسبحان الله تمنوا رحيله. يعني حتى ان الحسن لما وعظ معاوية قال له يا ابا بحر كيف، الاحنف بن قيس وعظ معاوية في مسألة الابناء، قال يا امير المؤمنين اذا طلبوا منك فاعطهم حتى لا يملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. سبحان الله. يعني فيه ناس اذا بقت في الحياة بقى الضيق والضنك، وفي ناس اذا رحلت من هذه الحياة حلت السعادة مكانه، وفي ناس كده. ففي ناس في العائلات والاسر من كبرهم يخشى الناس ان يدعوهم في يتمنوا معذرة ان يختفوا، معذرة ان 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 يقابلوهم في مكان. لماذا؟ لان المتكبر يضيق صدرك. لماذا؟ يا اخي انت تكبر على، انت بتكبر عليه بماذا؟ باي شيء؟ سبحان الله العظيم. تذكرون قصة لهذا الرجل النحوي الذي ركب قاربا صغيرا مع يعني رجل صياد بسيط لا يعرف من يعني من العلوم شيئا. قال له النحوي متفاخرا بنحوه، يا هذا هل تعرف البلاغة عند السكاكي او الجرجاني؟ قال والله لا اعرف عبد القاهر الجرجاني ولا اعرف السكاكي ولا. قال هل تعرف الفرق في كذا عند البصريين او عند الكوفيين؟ قال والله لا اعرف هذا. كل ما يسأله لا اعرف يقول له ضاع نصف عمرك، ضاع نصف عمرك. هل تعرف الفرق بين كذا وضاع، هل تحفظ المعلقات؟ يقول له لا. يقول له ضاع نصف عمرك. المهم لعبت الامواج، ارتفعت، بدأ القارب يهتز. خاف النحوي المتعالم هذا المتحلق والمتكبر على الرجل الام البسيط، فقال كلما قال له تعرف كذا وضاع نصف عمرك ضاع. فقال له هذا الصياد البسيط تعرف السباحة؟ قال له لا. قال ضاع عمرك كله. سبحان الله. اذا لا تتكبر، لانك انت تعرف شيئا وتغيب عنك اشياء، تفهم شيء وفي اشياء كثيرة انت لا تفهمها.
فلماذا تتكبر؟ نحن لا نريد أن نورث أبناءنا الكبر. فالمتكبر الصغير، الولد الصغير تبص عليه كده في كبره طاغية صغير، مشروع طاغية. لا، نحن لا نريد هؤلاء المتكبرون في بيوتنا. ليه؟ هؤلاء المتكبرين في بيوتنا لا نريدهم، لأننا لا نريد أن نضحك على الناس ونزوجهم أبناءنا المتكبرين، والبنات يساموا بعد ذلك زوجات سوء العذاب من هذا الزوج الذي لا يقبل نقضا ولا إبراما، كأنما هو الذي يقول الحق المطلق، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. لا، هذه قضية خاسرة، وهذه ليست حكمة، وهذا كلام الجهلاء المتكبرين. بالعكس، الإنسان يتواضع. سبحان الله، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الإنسان المتكبر يخسر نفسه ويخسر من حوله، وتوضع له البغضاء في الأرض، وكأن رب العباد سبحانه وتعالى ينادي: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فتبغضه الملائكة، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. والعكس، المتواضع الله يحبه، وينادي جبريل إنه يحبه، والملائكة تحبه، ويوضع له القبول في الأرض. في ناس من أينما تسير يحبها الناس، وفي ناس أينما تسير يبغضها الناس. لماذا؟ لأن الكبر ده مرض عضال، عبارة عن سرطان معنوي، مرض مسرطن، عبارة عن هذا الخلق المسرطن يجب أن ينزع. هذه غدة سرطانية في قلب كل إنسان متكبر يجب أن تنزع، حتى يعود الناس إخوة متحابين في الله. إنما المؤمنون إخوة، سبحانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، فكان رحيم بالإنسان وبالحيوان وبالطير وبالبيئة وبالأشجار وبالخضرة، سبحان الله العظيم، رحمة لمن حوله، فيجب أن نكون كذلك. أما الإنسان المتكبر، ما الذي يكسبه؟ لا يكسب إلا غضب الله وكراهية الملائكة والبغضاء في الأرض. نسأل الله سبحانه ألا يجعلنا من أهل الكبر، ويجعلنا من أهل التواضع، ويجعل أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا من المتواضعين وليس من المتكبرين. ولنا بعد الفصل لقاء آخر إن شاء الله، نعيذكم بالله ونحن من هذه الصفة القاتلة. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع اقتلاع واجتثاث هذه الشجرة الخبيثة، شجرة الكبر. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع آفة الكبر نتحدث، والعياذ بالله رب العالمين. نعيذكم بالله وإيانا من هذه الصفة التي تجتث الرحمة وتجتث الخير وتجتث التواضع في هذه الأرض. سبحان الله، طائفة الملائكة لا تعرف الكبر، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. سبحان الله، الملائكة لا تعرف الكبر. أما هؤلاء الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، سبحان الله، يقول لهم رب العباد: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يبقى أنت تريد أن تكون مع الملك الذي لا يتكبر، أما مع الذين ظلموا أنفسهم بالتكبر على خلق الله فبئس مثوى المتكبرين. الكارثة الكبرى أن سبحان الله، يعني أن سيدنا عمر مرة شاف واحد متكبر فقال: إن للشيطان إخوانا، لا إله، شوفنا أخ من إخوة الشيطان، والعياذ بالله. طيب، نبدأ مع المتواضعين، نتواصل إن شاء الله. أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، كيف الحال؟ و؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ مرحبا يا بنت، الله يرضى عنك. يا رب، الله يرضى عنك. شيخ، أنا متزوجة من 8 سنوات تقريبا. أيوة. ومشكلتي مع زوجي نفس المشكلة اللي هي الكبر، يعني الكبر على زوجته، على أهله، على والديه، خواته، إخوانه، ما في تواصل نهائيا. مجرد ما يكون في غلط بينهم، بين الطرفين، بغض النظر مين الغلطان، مين المخطئ، المفروض انه يتنازل لاهله، لكن بنفس الوقت يعني لا، ما في الخطوه من زوجي، ما في، يعني ما بتصير نهائيا. وبنفس الشيء معي انا، غير آفة الشك اللي مدمر حياتنا، في كمان آفة الكبر اللي هو شايف حاله علي انا، معتبرني اني انا مش بني ادم، ما لي حقوق في حياته نهائيا. لازم بس اعطيه كل حقوقه، لكن انا ما الي. بضل يتمنى بكلامه انه انا مسكنك، انا مطعميكي، انا مشربك، انا بطلعك، انا بنزلك. نعم، يمن بما يصنع. نعم، ايوه. يعني جدا تعبانه معه. طيب بنتي، انا على كل ما انا ان شاء الله هجاوبك، هكلمك انت كلمتين ان شاء الله، لكن الطرف الاخر هذا فيروس كبير، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يهديه إن شاء الله رب العالمين، أو أن يرضيك ويشرح صدرك. هكلمك إن شاء الله. أم عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة وعليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الصحيح المصابين بالكبر، هل من لا الصحيح الكبر، لا الكبر هو الكبر، الكبر يبقى احنا دخلنا في السن، الكبر. الكبر طيب الكبر ايوه داء الكبر. نعم. هل من الصحيح انهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر، انه يعني في حال فقدانهم يعني لعزيز او فقدانهم للجاه او السلطه، نعم. انهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر طيب في هذه الحاله؟ طيب طيب اجيبك ان شاء الله. طيب شكرا. بارك الله فيك. ام نائل السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ مرحبا اهلا وسهلا. الله يخليك. ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم يا رب اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا متكبرين. يا رب يا رب. بس سؤالي يا شيخ، انه هل الكبر صفه يعني هي مكتسبه مثلا الانسان بيكتسبها، ولا انه بنولد فيها؟ لانه في مرات تحس انه اهل بيربوا اولادهم من هم صغار، انك انت افضل من ابن عمك او افضل من ابن خالك، او يحس حاله بالعجب، يعني لما يكبر بحس حاله انه هو افضل من غيره يعني. نعم. هل هي مكتسبه ولا هي يعني؟ طيب حاضر منى اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا بشكر كل المتصلات والمتصلين على انهم في نفس الموضوع. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. مرحبا، جزاك تفضل. الله خير على البرنامج، يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. اول شيء لا ابغي تدعونا، عندنا مصابه بحادث بالشفاء. يا رب يا رب يشفي ويشفي كل مريض ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب ان شاء الله. امين يا رب. نعم. وموضوعك جدا ممتاز، خصوصا الكبر ومثل الغرور تقريبا. نعم. بس في موضوع مشابه اتمنى ان يكون في الحلقات القادمه اذا امكن، اللي هو الجنسيه، يعني لا فرق بين عربي ولا عجمي. أيوة. الا بالتقوى. نعم نعم. لانه في ناس يعني تفتخر انها منها الجنسيه. نعم نعم. طيب حاضر، بارك الله فيك. اذا ما امكن ممكن عنوان مكتبكم، او اذا موجود المكتب والتليفونات موجوده في الاستوديو ان شاء الله باذن الله. الاخوه في الاستوديو يعطوها لك باذن الله، وبعدين بعدين كده يكتبوها ان شاء الله على الشاشه باذن الله. بارك الله فيكم. ام علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيكم. امين يا رب العالمين. انا طبعا الكبرياء الرداء من رداء الله سبحانه نعم وتعالى. نعم. فما ينفعش ربنا يحذرنا منه واحنا يعني نتصف به، والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. لا. الله يكرمك يا دكتور عمر، تدعي لكل بلاد المسلمين. نعم. والله يكرمك كمان، يا ريت في حلقه تانية تعمل تخصص لنا حلقه عن الفتن، لان احنا في فتن كبيره جدا جدا، ربنا يا رب يبعدنا عنها حار. رب العالمين حار. باذن الله. بارك الله فيك، ربنا يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. طيب ام عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس أبغى أعرف كيف الواحد يتعامل ويا الإنسان اللي عنده الكبر. نعم. كيف نتعامل مع المتكبر؟ نعم. أيوة. نعم. هل نتكبر عليه كما يقولون؟ هل كبر على أهل الكبر صدقة؟ هكذا قال بعض الجهال، وليس هذا من العلم، لكن حاضر. كيف نتعامل مع المتكبر؟ جزاك الله خير المعلم. بارك الله فيك. طيب. نجيب بعض هذه الأسئلة قبل أن يعني يضيع منا الوقت، إلى أن يتواصل إخوة وأخوات آخرين. طيب قبل أن نواصل، صلاح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. بارك الله فيك، أصلح الله لك أمرك يا صلاح، تفضل. الله يبارك فيك يا دكتور. سؤال نعم. يعني في مقولة شائعة، هل هي صحيحة أو خاطئة؟ هل نعم. الكبر على أهل الكبر صدقة؟ والله لسه كنت أقول شوية، لا هو على كل هذه مقولة ليست لا حديث ولا حكمة، لكن يعني هل هي صحيحة؟ لا طبعا مش صحيحة؟ لكن أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب أبو جراح السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا ابو جراح، اين انت يا ابو جراح؟ مرحبا. جزاك الله بالخير يا اخي، لا توحشنا وايد، ما تحط البرنامج كل اسبوع يا ريال. لا لا والله، بس الجمعه الماضيه فقط، الاسبوع الماضي بس كنت على سفر. مرحبا يا ابو جراح، تفضل. حيا الله رجل الطيب. الله يبارك فيك يا رجل الطيب. انت شو اخبارك؟ انت شو ادعينا وياك، الله يرحم والدينا ووالديك، يثبتنا واياك يا رب، يبارك فيك. بالعمل الصالح. تحياتي لك وللمخرج ومستقبل المكالمات والمشاهدين الاعزاء. جزاهم الله كل خير، مهم التعبانين معك. جزاك الله خير على ما تقوم به، صرا من النصائح الطيبه. الله يرضى عليك ابو جراح. سيدي الكريم، سؤالي الاول، كيف انا ادخل في عيالي او بناتي عدم التكبر على الناس؟ عدم
يعني ما يتكبرون على الناس. نعم 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 نعم. وياهم سواسية. تمام تمام. ليش أنا لاحظ في أسر كبيرة تفكر هم أحسن من الناس اللي يعني أصغر منهم. الله يرضى عليك يا رب. نعم. فهذا شيء خطأ مثل ما تفضلت. توجه لهم كلمة. حاضر. وبعدين ما هو مصير المتكبر، المرأة المتكبرة أو الرجل؟ نعم. في الإسلام وماذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني ماذا قال عنهم خاصة المتكبرين؟ نعم نعم. ويشوفون نفسهم أكبر ويشوفون عندهم فلوس ويشوفون عندهم. حاضر حاضر. مال من الأشياء. نوجه إليهم رسالة أبو جرح إن شاء الله. طيب يا سيدي شكر الله لك. نجوان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. الحمد لله على سلامة حضرتك. سلامك والله يا بنتي أهلا وسهلا. والله افتقدناك كتير في الفترة حضرتك كنت مسافر فيها. الله يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. أنا بضم صوتي لصوت أم علي وبطلب من حضرتك الدعوة فعلا أن يقي أهل مصر بالذات نفسيتنا. يا رب. وسؤالي هو يا ترى ايه الفرق بين الكبر والاعتزاز بالكرامة؟ يعني واحد يكون معتز بكرامته. أيوة. ما بيقبلش الإهانة، هل ده يندرج تحت بند الكبر؟ نعم هشوف. حاضر حاضر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك نجوان الله يرضى عنك يا رب. أم عبد الله كانت تتحدث عن هذا الزوج الذي تنطبق عليه الحلقة وهو متكبر على كل من حوله، من ليس على الزوجة فقط ولكن على الأولاد، على أهله، على أمه وأبيه. وهذا إنسان فعلا إذا كان بهذه الصفات فهو عبارة عن كيس من الكبر، ولو يعني هو حاول أن يشم رائحة الكبر لرأى رائحة غير طيبة. لكن أنا أقول لك أم عبد الله أنه كارثة المتكبر أنه من أول صفاته أنه لا يسمع النصيحة إلا إذا وافقت هواه، أما إذا لم توافق هواه فهو لن يسمع، لأن المتكبر لو سمع النصيحة كان انتهى الموضوع، لكن هو لا يسمع النصيحة. فأنا أقول لك كل إنسان فينا أم عبد الله له ابتلاء، وابتلاءك الشديد هو هذا الزوج المتكبر الذي لا يرقب فيك ولا من حوله إلا ولا ذمة، فعليك أن تصبري وتدعي له بالخير لعل الله سبحانه وتعالى إما أن يعني يجتث من قلبه شجرة الكبر الخبيثة أو أن يشرح صدرك أنت ومن حولك، لأن المتكبر للأسف الشديد التعامل معه صعب جدا لأنه مريض وهو موقن أنه غير مريض. ما هو المتكبر غبي، أكبر صفة فيه الغباء، يعني أي واحد متكبر أول ما نشوفه الغباء يمشي على قدمين. في ناس كده أول ما نشوفها سبحان الله في أي مكان أو على في أي مكان سبحان الله غباء يمشي على قدمين، هذا هو المتكبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا عن الكبر ويشرح صدركم عبد الله ومن حوله. أم عمر كانت تقول هل من الصحيح أن المصابين بالكبر لا يؤمنون بالقضاء والقدر؟ ما هو المتكبر هذا أخذ صفة إبليسية، وصفات الصفة الإبليسية في الكبر عبارة عن مخلوق يرى نفسه أفضل، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمتكبر يرى هذا، أنا أفضل من فلان وأحسن من فلان وأعظم من فلان وأبقى من فلان وأنقى من فلان وكلكم رأيكم غلط. يقول يا أخي ده كل المؤسسة لا تريدك. يقول لا 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 هم كلهم مخطئين، كل الألف اللي في المؤسسة دي لا يفهمون، أنا الوحيد الذي أفهم، أنا العبقري الوحيد، ما خلقت عقمة الأرحام أن تخلق عبقريا مثلي. هكذا يقول متكبر، مع أنه سبحان الله والله يعني يا ليت أم المتكبر ما ولدته، نسأل الله السلام. هو لا يؤمن بالقضاء والقدر، هو لا يؤمن بالله إيمانا صادقا والعياذ بالله رب العالمين. أم نائل تقول هل يعني الكبر صفة مكتسبة أم هي فطرية في الإنسان؟ لا، الإنسان ليس فطرته الكذب، بالعكس ده هو نحن عندما نصلي نصلي على الأرض، ما ينفعش نصلي على الفراش الوثير أو على الكنبة الطرية اللينة أو على المرتبة أو على وسادة، ما ينفع، أو على سجادة سميكة لا تصح، لازم السجود على الأرض. يعني سبحان الله حتى عندما يلحدنا أهلنا عندما نموت يهولون علينا التراب مرات ثلاث، قل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن الإنسان سبحان الله من الأرض وإليها يعود، فهل هي مكتسبة أم فلا؟ هي مكتسبة، يكتسبها الإنسان ويكبره من حوله، الولد المتكبر أو الرجل المتكبر أو المسؤول المتكبر، كل من حوله، أنت عبقري زمانك، أنت ليس منك، أنت إذا تركت هذه المؤسسة بهذا المنطق ينتفخ ينتفخ فينتفخ كثيرا، نسأل الله السلامة. أم أحمد كانت تتحدث عن هل الكبر يعني صفة الغرور، ما هو الكبر ينتج غرورا وعجبا،
انا معجب بنفسي فاكون مغرورا فلهذا بالله رب العالمين. هذه صفة الايه الكبر، ومن ضمنها اللون او الجنس او العرقية او المذهبية او المال او العزوة كلها، وسوف نفرد لها احاديث اخرى ان شاء الله. يعني طيب الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما اخذته او القيته في ناري ولا ابالي، كما ورد في بعض الأثر. يعني سبحان الله، رغم أن الله سبحانه وتعالى يحذر من الكبر ومن المتكبرين، لكننا ما زلنا نتصف بالكبر، وهذا هو الهوى الذي يعمي ويصم. فالإنسان يرى من كبره أن رأيه صواب ورأي خيره خطأ، مع أن أبا حنيفة يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يؤمن مصر وكل شعوب العالم الإسلامي الفتن إن شاء الله رب العالمين. أم عمر كانت تسأل كيف نتعامل مع المتكبر. والله يعني المتكبر ده يعني إما أن ندعو الله له بالهداية أو نهجره هجرا جميلا حتى يرى أننا لا نبغيه ولا نريده. يبدو في اتصال من أم مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ مرحبا مرحبا أم مريم، أهلا يا بنتي. يا مرحبا. الشيخ حاب أسألك عن، كانت لي علاقة مع طليقي، كان متكبر يعني الحياة ومتكبر علي ومتكبر على الناس، استوت بيننا مشاكل وما قدرت أتحمل يعني منه وطلعت. يعني ارفع صوتك قليلا أم مريم عشان أسمع. كان عندي علاقة مع شخص. أيوة. يعني زوج وكان متكبر. طيب. وما تحملت الحياة وطلعت مثلا. طيب. يعني طلقت. طيب. هل يمكن يعني هل يجوز في الإسلام أني أقطع الإنسان المتكبر يعني تماما وما أسامحه؟ طيب، هل لنا أن نسامحه تماما أو يعني خلاص يعني تكبر علينا وآذانا وضيق صدورنا فماذا نصنع معه؟ نعم. أيوة بالضبط. حاضر أجيبكم مريم، بارك الله فيك يا بنتي. ابننا صلاح يقول هل الكبر على اهل الكبر صدقة؟ يعني هذه مقولة يقولها الناس، لكن انا اذا تكبرت على المتكبر ما اصير متكبر ايضا؟ لا سبحان الله، فاين التفضل؟ لا لا لا. ابو جراح صديق البرنامج الدائم ما شاء الله عليه، دائما يعني يتواصل معنا، كيف نقي ابناءنا الكبر وكيف نعلم البنات ايضا لكي لا تكون زوجة متكبرة في المستقبل؟ أن نكون نحن كآباء ومسؤولين في كل مؤسسات صورة من صور التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورة من صور التواضع، يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض، كان نسخ مصحفية وضعها عند الصحابة ليست مكتوبة على صفحات الكتب ولا موجودة في السلوكيات، فقه السلوك، الخلق السلوكي عند الصحابة بهذا المنطق رآه الناس، فنحن نريد أن نكون كذلك. ابنتنا نجوان تدعو يعني تريد دعاء لأهل مصر أن يقيهم الله الفتن، ومصر وكل اللي إن شاء الله سوف تخرج من 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 يعني من هذا هذه الأيام بالخير كثير إن شاء الله رب العالمين. هي تسأل عن الفرق بين الكبر والكرامة لعزة النفس. الإنسان عزيز عزيز، لكن لا، التكبر هو حكاية أنا مقتنع بما عندي 100% وغيري خطأ 100%، انكار الحق 100%، هذه صفات الكبر. اما اكون عزيز النفس لا اطأطأ الراس يعني الا اذا يعني للمؤمن، قال رب العباد سبحانه وتعالى اذل على المؤمنين اعز على الكافرين. ايه المتكبر بيعمل ايه؟ صور كثيره حولنا مع الغير، الله اكبر، كانه خادم لهم سبحان الله، ومع اهله واخوانه وابنائه، والعياذ بالله اسد علي وفي الحروب نعمه فتخاء تصفر من صفير الصفير. اتصال من شادي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويرضى عنك، واسال الله ان شاء الله ان تمس يدنا يدك لكي نصافحك، لكي تكون لنا شفاعه عند الله ان شاء الله. الله يرضى عنك ويبارك فيك. لا نزكي على الله احد، لكن انا كنت اتمنى صراحه، انا للاسف ما جئت لمصر صراحه، بس اتمنى كنت انا اتي اذا الله يبارك فيك صراحه، تكون لي حجه ان شاء الله. ربنا يا ابني يجعلنا عند حسن الظن، بارك الله فيك. الله يخليك ان شاء الله.
وانا اريد ان اشاطرك شيء صراحه. لا اخفيك انه لا اخفيك انا لقد يعني صراحه غلطت مع زوجتي ومره صرخت عليها والى اخره. فجاءني ندم شديد صراحه بعدها، وقلت اعوذ بالله ان اتجبر واتكبر، لان صراحه مثل ما ذكرت سبحان الله والحمد لله. فالعوده والتوبه صراحه لا اخفيك هي هذه قويه صراحه، لانه ابليس صراحه والشيطان للاسف لا اخفيك هو يكبر هذا، يقول لك كيف تعتذر لزوجتك، كيف تعتذر لزوجتك. لكن فعليا انا كنت انا الغلطان صراحه، والحمد لله قدرت اني اعتذر لزوجتي والحمد لله. طيب الحمد لله. واسال الله ان يفيدنا بعلمك. الله يبارك فيك يا ولدي. الله يعافيك. لك من اسمك نصيب، انت شادي تجدو بالكلمات الطيبه وبالعذر الطيب وبالعوده الى الحق. بارك الله فيك يا ولدي. ام مريم تقول ان كانت متزوجه وزوجها طلع متكبر والعياذ بالله رب العالمين، والحمد لله انفصلت عنه. بتقول هل لازم نسامحه؟ يعني السماح هذا والعفو ده انت ليس مفروضا عليك، يعني انت يعني سبحان الله يعني مخيره بين ان تعفو وان تدعو الله سبحانه وتعالى بان يرجع ويعيد ويعطيك حقك. انت مخيره بين الامر، لا يفرض الفضل انما يفرض الفرض. التفضل ان تعفو عنه، هذا من التفضل. اما اذا كان كيعفو عنا رب العباد يوم القيامه، اما هذا اجبار وهذا فرض، ليس فرضا وانما هذا لرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. ولدنا شادي ختم الحقيقه الاسئله بهذه اللفته الكريمه، انه لما يعني راى انه قد تعدى على الزوجه سواء بكلمه او بغيره، فراى انه قد ندم وعاد واعتذر. حقيقه هذا انسان، لان احيانا نعتذر اعتذار مبدئي فنقلم أغصان شجرة الكبر فقط ويظل جذرها في القلب. أما ابننا شادي فيبدو أنه اجتث شجرة الخبيثة اللي هي شجرة الكبر من قلبه وصار إنسانا متواضعا. أحبتي في الله، يعني الكبر آفة خطيرة لو عصفت بمجتمع ضيعته، وكل المتكبرين ضاعوا وضيعوا من حولهم. فرعون ماذا صنع؟ إبليس ماذا صنع بكبره؟ الملأ سواء من قوم شعيب أو قوم صالح أو إلى آخره ماذا صنعوا؟ قارون ماذا صنع؟ هؤلاء الذين عادوا سيدنا موسى ماذا صنعوا؟ والد سيدنا إبراهيم بكبره ماذا صنع؟ النمرود ماذا صنع؟ كل الطغاة عندهم طفولة بائسة، فلا نريد أن نربي طغاة في بيوتنا كي يكونوا متكبرين في المستقبل، إنما نريد أن نربي ورودا يانعة لتثمر ثمرات طيبة تتسير دفة الكون عبادة لله سبحانه وتعالى وإعمارا لهذا الكون الذي نعيش فيه. وقنا الله وإياكم شر الكبر والفتن ما ظهر منها وبطن، لا تنسون من صالح دعائكم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.